السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفين أخباركم؟ لاباس عليكم. الله يرفع عنا هذا الوباء يا ربي، الله يرفع عنا هذا الوباء يا ربي، الله يرحمنا برحمتك يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عدد الفقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. جيت نعاود لكم اليوم قصتي مع السيده في الحمام ديال السنقه. السيده مسكونه مسكينه حتى هي. المهم دخلت غسلت انا، كان الحمام قدام الدار عندي، ولكن بعض المرات تمشي لهداك الحمام الاخر ما عرفتش علاش. المهم مشيت لهداك الحمام اللي بعيد شويه، شوش خطوات تا هو على داري. المهم مشيت دخلت، قالت لي الطيابه وداك الشيء، قربت نخرج تنشلل، خرجت للبرد، خرجت للبرد تنسمع، درت هكا لقيت راسي انا ومراه كبيره قدامي، انا لداخل وهي على برا قاعده، مراه كبيره كبيره هو ربي سبحانه وتعالى. تنسمع صوت ديال الرجال تهضروا واه مفرزين، صوات ديال الرجال تنتير هادي تبان ليا هي المرا. شنو قلت في الاول؟ قلت ممكن مع الحمام الرجال حداهم لاصق معاهم، كانت العيالات وكانت الرجال. قلت انا 100% كما جايبين شي خدامه الحمام الرجال تيصيبوا له شي حاجه ولا شي حاجه. الشيء اللي قلت انا في الاول، ما قلتش انه كاين شي حاجه لي يا صوات مفرزين الرجال، ما كاينش المزاع فوق من 3 4 تيهضروا رجال. المهم شلت انا بقيت دايره اتونسيون. دخلت السيده عندي لديك الطيابه الكساله، قلت لها عافاك ما تجيبي ليا الساك ديالي والفاطو والكرسي. بيت بعدي عرفوني تلبس انا حوايجي في الشتوة تلبسهم في الداخل، تلبسهمش على برا حيت المهم. المهم ديك الشيء بدا يكثر، بدا يكثر، لقيت راسي مفيكسيا على ديك المرأة اللي قدامي، فيكسيا تنشوف فيها ونط ونط نط وشتها سبحان الله العظيم، باقي صورتها بين عينيا. داكشي صوات الرجال، المرا ساكتة ما تتهضرش، زعما ماشي نقولو تتهضر ولا شي حاجة، لا فاسون باش تتشلل تاهي تتشلل، لا فاسون دي باش تتشلل، الطريقة ديال باش تتشلل شوية بيزا غريبة، شوية غريبة. المهم ديك الوقيتة انايا فاش جات، فاش قالتلي ديك المرا اللي دارت قلت لي راه جا عندي شي كليان راه يخليك نسيفط لك بنتي تجيب لك داكشي اللي خاصك. لا ماشي مشكل، انا واه شي بزاف، واه بزاف معاك، واخا يكون الرجال راه تسمعيهم، الرجال ما تسمعيهم ما تيسمعوك، تتكون كاع على الحمام تاع عيالات فيه الغوات والمخاصمات وديك الهضره كلها، على ما اظن انه تيكون تيسمعو. المهم شي عطا الله جابت لي الطريقه باش تتشلل المراه، ماشي هي هذيك بحال ماشي تتقوي، تتقوي عليها تتقوي على حد اخر لما تيمشي اللي بعيد. انا ما باقي عارف تنقول شنو، نجري نجري غنطيح، واخا لابسه الصنداره جري جاتي شنيا تجري بالخوف، جري راه غادي ماشي تولي، غادي تولي في الكف ما باقي عرفت اش ندير. المهم جات لي بنت ديك السيده ديك الكساله، وانا نقول لها سمعي واش تسمعي صوت الرجال؟ قلت لها واش عندكم بعدا خدامه؟ قلت لها على في الحمام في الرجال. قالت لي لا، قلت لي لا ما كاينين حتى خدامه عند في الحمام في الرجال. قلت لها واسمعي، سمعات البنت بتهرب، البنت بتهرب، واه
انا نشد فيها قلت لها رجعي طلي هنا، قال لكن بغيتي تهربي انا ما قدرتش نجري، الله فتحت قريبا من راسي ما قدرتش نجري، خفت لها نطيح نطيح على راسي طبعا عرفتي الحمام صعيب. المهم مشيت شديتها شديت فيها بدات داكشي تيتجهد كلام الرجال بدا تيتجهد، ثلاثة ولا أربعة تيهضرو الرجال، المشكل هي أنا ما تدويش، هي ما تدويش، هي ما تدويش، من تصرفاتها غريبين بحال هكا كان تيطرى ليا تانايا. المهم خرجت تنشري، شدت فيا البنت، خرجنا تنجارو، خرجنا تنجارو، مريض الحمام ولك دوك الطيابات وديك الكسالات وديك الشي، مالكي فلانة مالكي لالا مالكي مالكي ما مالكي. قلت لها اختي راه ها اللي كاين، يعني تقدر البنت قالت لهم ها اللي كاين ها اللي كاين، راه رجال تيهضرو، راه ديك السيدة ديك المرأة الكبيرة ما عرفتش ديك السمية ما عرفتش سماوها ولا لا، كلي تنترعد انا بعدا كلي تنترعد، خرجت بلا فاط بلا والو، كلي تترعد بالخلعة يبس بالبرد وما فيهاش البرد، صافي تنموت بالخلعة، شي كاين شي عيالات داخلين بيدخلوا الحمام سمعوني تنعود تنعاود وهما تيعاودوا دوك الطيابات وداكشي، قالت لك راه ديك السيدة راه كوك دايرة، قالنا الحجم والحمام تبدا تدخل وقت ما جات تدخل، واخا تجي كل نهار وما تخلصوش من عندها. المهم انا ما فهمت والو داكشي، ما فهمتش انا داز عليا اكثر من داكشي الحمد لله، ولكن ترى ليا بحال ما وصلت، جات بنتي لحظه جات بنتي، هذوك الكسال ساكن زيدي ندخلو نقوي عليكم الماء، زيدي تدخلي عاود تقوي عليك الماء ولبسي بانوارك وهذا وهذا وهذا. شويه ها المره جات، ها المره اللي كانت تتهضر مع تيهضروا مع الرجال، هي جات وتتشوف فيا، المشكل هي انها تتشوف فيا فيكسيا فيا عينيا، انا تخلعت بين عربي وتقول لي هذيك واحد السيده قالت لي هي قاعدي هذوك ديال هذيك اللي تتشد تتخوف، قالت لي ما تخافيش هي قاعدي، فعلا قعدت بقيت قاعده في بلاصتي، جات ما عادش ما سمعش شنو داك الشيء قالت لي ما سمعتوش، ما عادكش بعافيه صوتها فيه بزاف ديال الاصوات، ما تفرجش ليا الصوت داكشي اللي قالت لي، ومشات لداخل ديال الجلسه ونفس الطريقه هي اللي ولات تروكا تتهضر تتهضر وداكشي تهضر معاها، لبست حوايجي شللت رجليا عاود خو عليا صرت الماء سخون، لبست حوايجي كانت واحد الخلعه ما تتصورش ما تتصورش، يا الله يرحمنا برحمته ادم يقول له واحد الله على ما اقول شهيد، والله اللي بيناتنا الا تنقول لكم شي حاجه وتنكذب عليكم فيها الله رقيب وشهيد علينا سبحانه وتعالى. ايوا الحمد لله هادي قصتي مع السيده، وباقي صورتها بين عيني سبحان الله العلي العظيم، وهي راه بنت الحومه تما، بنت هذيك الحومه ديال كاين الحمام القصور راه معروف من الاحياء القديمه تاعي في مدينه مراكش، وساكنه ديال الكهيب وحدها، قلت لهم هادي ماشي بوحدها معاها تبارك الله، عرفتي تيكونو شي حوايج لي ماتت لي تيعجز العقل على التفسير ديالهم، تيعجز العقل على التفسير ديالهم. ايه سبحان الله، على هاني انت ناهيت كنت صغيره طرات لي اول مره وانا ما عندي ما عقلتش، ما فايتاش 10 سنين، ما فايتاش 10 سنين، لقيت راسي تبنجت تبلوكيت والناس تيهضروا فيا تيهضروا في الداخل عندي، وتنحس كأن ايديا ورجليا تيتحركوا بالطريقه باش تيهضروا فيا هذوك الناس، اول مره في حياتي طرات لي هذيك، وما عقلت عليها طرات ليا تاني مرة، عاد فكرت انه كانت طرات ليا
هكا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يرضى. والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسونيش بالتعليقات ديالكم الزوينة اللي تحفزونا باش نستمر ان شاء الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس، ديروا لايك، ابوني. ولا اله الا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.